من هذه المباراة وهذا اللقاء والنتيجة ومن حالة الطرد اللي زادت الطين بلة، أكيد الجماهير راح تكون غاضبة. هذا وضع طبيعي لأنها ساندت الفريق، كانت تتمنى الخروج بنتيجة إيجابية، لكن هذه الأمور لم تتحقق في هذه الليلة. بسد دينار مستحيل البداية، أي قوة أي إثارة، هدف وتصدي جيد هنا بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في الملعب. أوه خطيرة جدا، بنزيما برافو إيدرسون، ردة فعل كبيرة في هذه اللقطة بعد طول انتظار فرصة. هل يسجلها الآن؟ الكرة في الشباك، تصدي كان في منتهى الروعة من حارس المرمى، بلوك خيالي هنا من جديد، اعتراف ممتاز. الله على الكرة، حط بنزيما في الشباك، اوه اشتعلت المباراة الآن، العودة تقترب. خطيرة لجريليتش، مستحيل الكرة في المرمى، والفارق أصبح هدفين لمصلحة. بالطبع توجد مخالفة هنا، لكن الأولوية لساحة الفرصة. ريال مدريد يحتاج، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، مستحيل هذا الهدف. الله على إصرار في رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة، ضربة ركنية، فرصة يا الله، الهدف يأتي، النقص العددي يولي فرصة من جديد لكرة التعادل. مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة، مستحيل الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله، الكرة ساقطة من فوق حارس المرمى، مستحيل الكرة في المرمى، هدف التعادل من نصيب. والآن مع هالاند، كرة مع كيفن دي بروين، يا رباه هدف للسيتي.